صباح الخير معاك كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن عضلات الكور او عضلات مركز الجسم. ايه عضلات مركز الجسم دي؟ العضلات اللي في المنطقه دي فايدتها ايه؟ العضلات دي ليها فايده كبيره جدا ان هي في مركز جسمك. العضلات دي اللي بتسبورت العمود الفقري والهب. ازاي ده احنا نتمرن على العضلات دي ونقويها عشان ما يجيلناش مشاكل اللي بتيجي في العمود الفقري او مشاكل النيز الركب. اول تمرين معانا البلانك. هبدا ان انا احط ايدي بالشكل ده. في نوعين من البلانك، في هاي بلانك كده وفي ني بلانك بالشكل ده. الناس اللي في الهاي بلانك وسطها بينزل لتحت بالشكل ده يفضل ان هي تعمل ني بلانك لغايه ما العضلات دي تبقى قويه فتقدر تسبورت معاها فما تبداش ان هي تحمل على الور باك. اول تمرين معانا بلانك بالشكل ده. ممكن من تمرين بلانك اعمل تمارين كتيره جدا او اصعبها ان انا اعمله سنجل ار بالشكل ده او سنجل ليج بالشكل ده. تاني تمرين معانا برضو من وضع البلانك. هبدا ان انا المس بايدي كتفي بالشكل ده. من نفس البوزيشن هبدا ان انا المس ركبتي كده. من تمرين البلانك اقدر اعمل تمارين كتير قوي بتقوي عضلات الكور. تاني نوع من البلانك السايد بلانك بالشكل ده. ممكن احط رجلي الاثنين بعيد عن بعض او ممكن احطهم على بعض بالشكل ده. وممكن اخلي ايدي تحت وممكن اخلي ايدي فوق بالشكل ده. تمرين السايد بلانك بيشتغل على عضلات الكور ومن التمارين المهمه برضو اللي احنا لازم نلعبها. هثبت بالشكل ده. ما خليش وسطي نازل لتحت قوي كده، خليش رقبتي عامله كده. التمارين دي بتشتغل على عضلات الكور وبكده من خلال التمارين دي اقدر ان انا اشغل عضلات الكور كلها مع بعض. تابعوني في الحلقات اللي جايه مع تمارين تاني. هنبدا ان احنا نشتغل على تقويه العمود الفقري وتقويه الظهر. شكرا. خلينا نتوقف عند محطة مهمة، عناوين الصحف والمنشطات الرئيسية اللي بتعكس لنا اهتمامات الصحف والقضايا المختلفة، ونبتدي بمنشط صحيفة الأهرام. الارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير الخدمات للمواطنين، الرئيس أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ مشروعات الاتصالات والعاصمة الإدارية. طيب مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور علي مسعود عميد كليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. صباح الخير يا دكتور علي. صباح النور يا فندم. طبعا بالتاكيد رساله مهمه جدا بياكل عليها السيد الرئيس فيما يتعلق بالارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير الخدمات للمواطنين باستخدام احدث التقنيات العالميه في تنفيذ مشروعات الاتصالات وايضا الفن الاداريه الجديده. الرساله اللي عايزك اللي بنلمسها من هذا الرقم يا فندم. طيب هو حقيقي يمكن احنا بنقول انه مصر اوريدي انتقلت من كونها دوله ناميه الى دوله صاعده. ده بيتطلب مننا توفير قدر كبير جدا من النظم المعلومات الحديثه. ويمكن مدينه العاصمه الاداريه او العاصمه الاداريه الجديده دي مدينه من مدن الجيل الرابع بحجم كبير جدا، بحجم سنغافوره. دوله زي سنغافوره 27 كيلومتر مربع. ده معناه ان احنا مهتمين جدا الحكومه خلال الفتره اللي فاتت بتوجهات من القياده السياسيه بالتحول الرقمي لتيسير الترانزاكشن مع المواطنين وتقليل اوجه الفساد المتعدده. ومن ثم العاصمه الاداريه الجديده احنا بنشوف فيها منظومات متطوره جدا زي منظومه اداره الهويه الرقميه ومنظومه التبادل المؤمن للمعلومات بين الموظفين. بنشوف برضه فيها تطبيقات
تشاركيه زي الارشيف الالكتروني، تحليل البيانات ودعم اتخاذ قرار. فاحنا بنقول ان احنا مصر الجديده، مصر اللي هي في خلال الفتره الجايه اللي هتكون قوه اقتصاديه كبيره جدا، لابد ان تعتمد على بنيه تكنولوجيه وبنيه رقميه قويه جدا، لانه ده ده الاساس المنافسه العالميه خلال الفتره اللي جايه. تمام. طيب الخبر بيقول اول عنوان الارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير الخدمات للمواطنين. الحقيقه ان احنا يعني ابتدينا نشوف تطوير حصل في اماكن كتيره جدا، سواء بالمرور مثلا او السجل المدني في اماكن كتير، والمفروض ان هيبقى في وفواتير الخدمات السهله الدفع عن طريق ابلكيشنز او نظم. حضرتك عندك فكره انه هل الأماكن اللي موجودة دي بالفعل وهيبقى فيه ليها نظائر في العاصمة الإدارية الجديدة، يعني هل لما يبقى فيه في العاصمة الإدارية الجديدة نماذج من دي هيتم إلغاء الأولانية، ولا هيبقوا ماشيين بشكل متوازي، ولا إيه؟ لا، هو الحقيقة هو هيتم ربط مراكز المعلومات في العاصمة الإدارية بالمركز المعلومات الموحد. هيبقى تم ربط الاثنين ببعض، ما هوش بديل وده، ولكن هيبقى في نوع من سيولة المعلومات بين المركزين. احنا في الفترة دي بس مش الخدمات بس اللي حضرتك ذكرتيها، ولكن التحول الرقمي في مصر في كل الادارات. يمكن في حاجة حضرتك برضه حضرتك ما ذكرتوهاش، التحول الرقمي في مجال الاستثمار. قد ايه احنا عندنا كل المناطق الصناعية دلوقتي موجودة على خريطة إلكترونية، ممكن بتتشاف وبتتحجز الأراضي من بره مصر بدون حتى المستثمر ما هو بيجي بيسأل وبيدور. دلوقتي عنده خريطة فيها كل منطقة صناعية، القطاعات اللي موجودة فيها، المساحات، طرق التعامل، وبيبدأ يتعامل عليها أونلاين. تمام. ودي نقلة كبيرة جدا، وكذلك الفرص الاستثمارية. احنا بنحيط كل مش خدمات للمواطنين بس، خدمات للمواطنين وللمستثمر. تمام. طيب احنا بنشكر حضرتك دكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. ونروح لخبر في المصري اليوم، أكبر حزمة تحفيزية للصناعة الوطنية بالموازنة المقبلة. بعض تفاصيل الخبر كما وردت بتقول: قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص أي صدمات خارجية، مؤكدا أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدرتنا الإنتاجية وفتح أفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية. وكشف معيط خلال لقائه أمس مع كبار الكتاب والإعلاميين في الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، عن أن هناك أكثر من سيناريو لمشروع الموازنة الجديدة يناسب كافة الظروف المحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. طيب، الصفحة الرابعة، جريدة الأخبار، تصريحات غاضبة من دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: البرلمان يطالب بخطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية. عبد العال: لا يوجد تخطيط، وأي مطر يوقف كوبري أكتوبر. التفاصيل: ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان ومكتب لجنة النقل حول غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار. وأكدت اللجنة التي تم تشكيلها في 3 نوفمبر الماضي ضرورة تعديل المسار وترتيب الأولويات ووضع نظرة حقيقية للأوضاع وضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة في مواجهة مثل تلك الأزمات. طيب، نروح لصحيفة الجمهورية، وخبر منها بيقول: مدبولي إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة. وزراء الإعلام والصحة والسياحة والآثار في مؤتمر صحفي الخطة الاحترازية لمواجهة كورونا تؤكد قوة الدولة المصرية. الحكومة لا تخفي شيئا وتعلن التطورات لحظة بلحظة. طيب، مزيد من التفاصيل معنا الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير أستاذ كمال. صباح الخير، أهلا وسهلا. إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة، ما هي هذه الإجراءات؟ نعم، يعني بالفعل بعد طبعا تزايد وتيرة ترديد الإشاعات والبيانات الكاذبة، طبعا كان في الموضوع بقاله فترة والحكومة بتحاول تصدر بيانات توضح الحقيقة، لكن هذه الوتيرة زادت جدا مع انتشار فيروس كورونا في العالم.
للأسف طبعا المنشدات المتتالية والردود المتتالية لم تقنع البعض. البعض قد يكون عن تعمد أو حتى لو حتى البعض بيشير عن غير تعمد، لكن في النهاية النتيجة بتكون الإضرار بالمواطنين وبالوطن، لأن طبعا نشر الشائعات بيضر الجميع وبيسبب حالة من الرعب. لذلك الحكومة رئيس الوزراء كلف الأجهزة المعنية أن هي تتخذ الإجراءات القانونية، بيتم الإبلاغ عن أي منشورات أو لنشر شائعات أو بيانات كاذبة، وطبعا الجهات المعنية بيتم التحقيق ومعرفة مصدر ذلك، لأن طبعا ده أمر مهم حتى لا يترك الأمر يعني سدح مدح كده لكل من ينشر معلومات كاذبة، وطبعا ده بيكون له تأثيره الضر على المواطن وعلى المجتمع. فيعني هذه الخطوه، وخصوصا طبعا موضوع كورونا، الحكومه دائما يعني ما فيش اي مصلحه، والحكومه اعلنت مرارا ورئيس الوزراء اعلن مرارا ما فيش اي مصلحه ان يتم اخفاء اي معلومه. هذا المرض موجود في العالم، الدول المتقدمه كلها بتعلن اصاباتها وبتعلن حالات الوفيات، فما فيش اي مصلحه لاخفاء معلومه. وزي ما حضرتك اشرت في الخبر، كان في مؤتمر صحفي برئيس وزير الاعلام ووزاره الصحه والسياحه، واعلنوا كل الحقائق اولا باول، فما فيش اي داعي. الآلية اللي هيطبقوا بيها ده ازاي يا فندم؟ يعني احنا عارفين وسائل التواصل الاجتماعي شبكة عنكبوتية، وكل واحد بينقل عن التاني، هيجيبوا الأصل منين اللي هو مروج الإشاعة الأصلي؟ هو بيتم تتبعها، والجهات الحكوميه دورها انها بتبلغ اي وزاره او جهه بتبلغ النيابه بهذه الشائعه، وبنشوف مين اللي نشرها. وبالتاكيد طبعا الجهات المعنيه، احنا عندنا في وزاره الداخليه في شرطه متخصصه لتكنولوجيا المعلومات، في طبعا النيابه العامه ايضا فيها الاليات، فبيتبعوا المعلومات الكاذبه وبيشوفوا مين اللي نشرها ومين اللي شيرها، وبيقدروا يتتبعوا ذلك، وعندهم الاليات التكنولوجيه من خلال الشرطه المتخصصه لتكنولوجيا المعلومات ان تتبع هذه المعلومات الكاذبه اللي بيتم نشرها. تمام. اعتقد هي الرساله واحده، يعني نبقى الموضوع داخل فيه شويه فكاهه كده وشويه تهريج على شويه نقل لاشاعات، ممكن حتى حد ما بيبقاش واخد باله ان هو بيزيد من حاله او بيعمل حاله هلع. طبعا فهي رساله ان الناس تاخد بالها، يعني الموضوع مش ما فيهوش تهريج، يعني ويتاكد من مصدر الخبر، ممكن مصدر الخبر يكون بره مصر خالص يعني. فهي بس الموضوع بس اللي بيشير حاجه او بيعمل حاجه يفكر بس ان دوت مش يعني ممكن تصيب ناس بها حاله من الهلع وحاله من الخوف، وهي اصلا مش موجوده يعني. فبس هي اللي زي الناس تاخد بالها. استاذ كمال ريان، كاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك يا استاذ كمال. طيب نروح لصحيفه الاهرام، عنوان اخر: نبيله مكرم، غرفه عمليات التلقي شكاوى العالقين بالخارج ورحلات خاصه لاجلائهم. طبعا دي مشكله كبيره بيواجهها ناس كتير دلوقتي بسبب الظروف الاستثنائيه، غلق مطارات، تعليق دخول ناس يعني. فالتفاصيل بتقول انه السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج اعلنت تشكيل غرفه عمليات لتلقي الشكاوى العديد من المصريين الراغبين في العوده لاعمالهم في عدد من الدول، وتمنعهم القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذلك لمتابعة شكاوى المصريين العالقين في عدد من الدول ويرغبون في العودة إلى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش. وأوضحت السفيرة غرفة العمليات تتلقى هذه الشكاوى وتتواصل مع الجهات المعنية من أجل حل مشكلات كل المصريين، لافتة إلى أنه يتم عمل قاعدة بيانات لكل المصريين ممن لديهم مشكلة في هذا الشأن. طيب المصري اليوم وخبر آخر، الصفحة الثالثة: الطقس السيء يعطل الدراسة الخميس، والعواصف تضرب 4 محافظات، الأرصاد أمطار خفيفة، شبورة مائية تحجب الرؤية على الطرق، والحرارة في القاهرة 25 درجة. طيب قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية غدا، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس وحتى السبت 14 مارس الحالي. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار الحرص على تحت الفرصة الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنه. طيب تمام.
طيب دي كانت عناوين الصحف. نرجع ونكمل تاني اخبارنا الخفيفه اللي بنبتدي بيها عاده يومنا معاكم. احنا كنا اتكلمنا عن اكتر من حاله ايجابيه لكبار السن اللي رفضوا الاستسلام لعمرهم وفضلوا ان هم يعملوا حاجات تحسسهم ان هم لسه عايشين، سواء بيتعلموا حاجه او بيشاركوا في حاجه. ديفيد رينولدز هو بحار متقاعد يبلغ من العمر 61 عام، قضى اكتر من 900 ساعه على مدار عامين لبناء نموذج مصغر وطبق الاصل من سفينة الماري فلاور الشهيرة اللي مرت 400 سنة على إبحارها في المحيط الأطلسي. ده النموذج اللي هو كان شغال عليه. ديفيد رينولدز استغرق وقت طويل لإنشاء نسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، واستخدم البحار المتقاعد ما يقرب من 70,000 عود كبريت، عود ثقاب، لتنفيذ كل تفاصيل السفينة التاريخية اللي أبحرت مع الحجاج الأول إلى أمريكا الشمالية في عام 1620. بيشمل طرازه المذهل اللي بيبلغ ارتفاعه 4 أقدام وطوله 5 أقدام على مرسى صغيرة على طول الجانب، وأيضا احتوى سطح السفينة على قارب نجاة صغير مع مجاديف. هو عمل كل حاجة بصراحة، يعني عمل السفينة بالقارب النجاة بكل حاجة. الشغل الدقيق ده يعني الناس، بعض الناس بتعتبره مضيعة للوقت. هو هيعمل كل ده ليه في الآخر؟ هتبقى نموذج طبعا تحفة، بس يعني إيه الغرض منه؟ الحقيقة أنه هو بيدي سلام نفسي رائع، وبيدي تقوية للتركيز، وبيخليك تاخد بالك من تفاصيل مش بس في الشغل اللي انت بتعمله بس في الحياة العادية. يعني كل دي حاجات بتشغل الدماغ وبتشغل الأحاسيس وبتخلي الوقت يعدي في حاجة ليها معنى. وحلو ان هو في سنه كده ان هو يعني ما استسلمش، هو محط انظار العالم. احنا عندنا النهارده نماذج يعني مشرقه كتير. انشط من ناس اصغر منهم بكتير. شكرا يا منى. لا والله مش قصدي. طيب خلينا نروح لمسابقه تانية بتتعمل سنويا، مسابقه تزلج كلاب على الجليد في الاسكا الامريكيه. طبعا واضح من اسمها انها مسابقه تزلج على الجليد، بتستخدم عربات بيشترك فيها عشرات المتسابقين. العربات الصغيرة بيجرها مجموعة من الكلاب المربوطة في مقدمة تلك العربات. شكلها عارف زي الكرتون كده أو الحاجات السحرية. يعني عربية جررها كلاب بتجري على مساحة بيضة، تحس أنك فعلا فجأة نقلت فيلم كرتون. ما ده برضو يعني الناس ما فيش حاجة بتوقفها، تقول لي الدنيا ساقعة، تقول لي في تلج، الناس بتبتكر حاجات عشان تقدر تتأقلم مع. مش خايفين من الكورونا اهو. لا خايفين يعملوا مسابقات، مش خايفين من الكورونا. وبيهرقوا والدنيا تمام ومفيش أي مشاكل يعني. المسابقة دي بيشارك فيها كل عام عشرات الكلاب من مختلف السلالات المشهورة عالمياً على غرار الألاسكا وسيبيريا، وبيجتمع مشاهدون من مختلف أنحاء العالم لتحفيز المتبارين في سباق إتدرود الذي بيستمر 14 يوم حسب الظروف الجوية. ده موضوع كبير قوي يعني. يعني مسابقة طيب احنا دايما بيبقى فيه لقطات طريفة بيلتقطها حد بالصدفة وبتنتشر الحقيقة لانها يعني بتعكس موقف مش تقليدي. مجموعة من القرود الجائعة كما هو واضح يعني في الفيديو حاولت بكل السبل انها تصل لعلبة بسكوت داخل سيارة، وقعدت يعني تحاول انها تلعق الازاز او توصل بشكل ما معرفش ازاي لداخل السيارة. واللقطات اللي حضراتكم شايفينها اهي، طبعا في حد يعني خد باله بلقطة. انت بتتفرج عليا تساعدني يعني. بالظبط بالظبط. ايه اللي حصل بقى يا عبد الله؟ الراجل صاحب السيارة ده هو الجميل اللي هو صاحب السيارة، هو قدم لهم وجبات خفيفة وصور القرود ديت، ودي منطقة موجودة بجنوب الهند، وقعد يتفرج عليهم بيصورهم، بس في الآخر اداهم. طب كويس. يعني ما خيبش أملهم. لا بس هو بص يعني قاعد بيفكر ازاي يخش لعلبة البسكوت اللي جوه العربية. هو تاني اداهم الأكل دوت لما حس إن خلاص السيارة هتتكسر بقى يعني. هيدخلوا السيارة. طيب احنا عارفين طبعا انه العصبية والتوتر والانفعال من سمات العصر بسبب ضغوط الحياة المختلفة. الحقيقة في بعض النصائح يعني دايما موجودة بس ناس كتير ما بتتبعهاش، بس المرة دي بناخدها من موقع وومنز داي، يعني محاولة تهدئة الشخص وانه ما يكونش
بنفس درجة التعصب أو العصبية والنرفزة. الرياضة والنشاط البدني والقيام بتمارين رياضية يوميا والمشي لمدة 20 دقيقة بيساعد على خفض مستوى هرمونات التوتر، ده على حسب موقع وومنز داي. تمام، انا شايف ان الرياضه مهمه لاي حاجه طبعا، يعني الشال حتى لو مش قادر امشي في بيتك لو انت سنك كبير، المهم ان انت تمارس اي نشاط رياضي. النوم الجيد ايضا بيساعد الجسم على منع زياده هرمونات التوتر. وقل شكرا، يعني لما تشكر حد ومع الابتسامه دوت الامتنان وذكر الايجابيات من الاشياء اللي بتساعدك على ان تصبح اكثر هدوءا. الأفضل الواحد يكون دايما راضي ودايما ممتن بالأمور اللي حواليه، الواحد يتخلص من الأجهاد المفرط، ده بقى أيضا مهم زي ما قلنا النوم. يعني أنت عندك والأكل بعد الساعة 7 ده مش كويس، كل ده بيؤدي إلى التوتر. وأنا شايف إن هي الرياضة وإن أنت تنام كويس وأكل صحي، ده ما فيش حاجة تانية. شكرا قوي كده، يعني مش عايزين نعمل حاجه تاني. كلها نصائح الحقيقه منطقيه، بس للاسف احنا يعني ما بنفكرش فيها بشكل كافي، ما بنعملهاش. انت بتحبي الشوكولاته الغامقه ديت الشوكولاته عموما؟ مفيش ست ما بتحبش الشوكولاته بالمناسبه. هو بيقول لك يعني ممكن تاخدي الشوكولاته ترفع روح المعنويه. هما بينصحوك بديت يعني، بس مش ناكل لنا علبه شوكولاته، يعني قطعه شوكولاته، ده اللي بيقوله. أعتقد أخبارنا النهاردة كانت لطيفة وباعثة للأمل والتفاؤل. صحيح، والشوكولاتة. والشوكولاتة. طيب خلينا نطلع معاكم لموجز أخبار الساعة على رأس الساعة، من بعد ومباشرة نبتدي معاكم فقراتنا في هذا الصباح. ابقوا معنا.